سيدرا بيوتي تقوم بتغيير لون شعرها استعدادا للإعلان عن مفاجأتها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. سيدرا بيوتي بعد أن قامت بإثارة ضجة كبيرة بسبب إعلانها لخطبتها وتسليطها الضوء على علاقتها باليوتيوبر أسامة مروة، فهذه العلاقة كانت مخفية منذ فترة طويلة، والكل يتوقع الآن أن سيدرا ستعلن رسميا عن هذه العلاقة. ومن جهة أخرى، قبل إعلان سيدرا عن هذا الأمر، فالشلة كلها كانت تلمح بشكل مباشر على ارتباط أسامة مروة بيوتيوبر، وأسامة كان يريد إبقاء هذه العلاقة برا السوشيال ميديا. أيضا لتفهموا هذه العلاقة أكثر، فسيدرا منذ فترة كانت تتفاعل بشكل مستمر على صفحة أسامة مروة، وهو بدوره كان يتفاعل على صفحتها، لكن والدة سيدرا بيوتي قامت بعمل أنفولو لأسامة مروة، مما أدى إلى حذفهم لكل تلك التعليقات. ويبدو أنهم تصالحوا بعد أن قامت نارين بيوتي بدعوة أسامة مروة لعيد ميلاد شيرين بيوتي، وبدأت مجددا سيدرا تلمح عن ارتباطها. وأيضا هناك أخبار أخرى تفيد بأن مفاجأة سيدرا بيوتي يمكن أن تكون أغنية خاصة بها، ويمكن أن تكون هذه الضجة كلها هي إعلان لبريند أختها نارين بيوتي، نارين الليموناد. فما رأيكم أنتم بخصوص هذا الموضوع الذي أصبح الآن حديث السوشيال ميديا؟ وأيضا تفاعلت اليوم سيدرا بيوتي بمجموعة من الستوريات على صفحتها في الإنستغرام، وصرحت من خلالهما أنها ستغير لون شعرها وستعود للون الأشقر لأنها سويدية، والقانون في السويد يتطلب أن تكوني شقراء حسب وجهة نظر سيدرا. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم وحبسكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، بشوفكم بفيديو جاي.